محاسن. هالرجال ابو شكل غريب ما بيقدر يغلبنا ابدا. بدي طبق اكثر من طريقه بعرفها، عمليه الاعتبار. يعني بدي اطعنه من الظهر، يعني بدي اعمل كرامته مع الارض تماما. هذا الرجال بجوز يكون متزوج، لا تعملي له مشاكل. لا ماله متزوج، ما في خاتم باصبعته. خدي. انت اطلعتي على اصبعته للرجال؟ لا يا روحي، على شو بدي اطلع؟ ليش بدي اطلع اصبعته؟ شفته هو عم يهز بايده مو اكثر، شيء بشع وغليظ كثير. ايه انت هيك عم بتقولي، بس نسوان الحاره كلياتهم العزبيات عم يطبخوا وياخذوا له الاكل على الدكان، كلهم معجبين فيه. نسوان الحاره كلهم عم يطبخوا له؟ ايه. شوارب محاسن، ممنوع تعطوا اكل لهداك الرجال ابدا. معقول نعمل هيك شيء؟ لو اخذت عهد على حالي ممنوع يشرب المي حتى. هداك شيء وهاد شيء ثاني. عهد علي. اذا اجى بدنا ما فينا نبيعه زمرد. لا ما بيجوز، ما بيصير هيك شيء ابدا. مستحيل مستحيل. لا ما نبيعه. العدو عم يدخل على اراضينا حبيبتي، اتصرفوا كانه ماله موجود، ولا تقولوا له مرحبا ولا شيء ابدا، ولا عنا هيك شيء. خلوه يحس حاله ولا شيء بهالكون. ايه ناظم؟ لا اخي. ناظم شو؟ يا من بتعرفه؟ ما تروح ما تروح. لك شو ما اروح، هذا صديقي بالعسكريه ناظم. هاد حبيبي اخي. يا من كيفك؟ عسكريه. شو هالصدفه الحلوه؟ حلوه كثير. من وين طلعت؟ شو عامل لك؟ وينك؟ شو عملت فيك الدنيا؟ الحمد لله انا منيح، وتقاعدت من التدريس قبل كم سنه، وبعدين بالصدفه فتحت مكتبه بهداك الشارع. ايه مبروك. شو هاي؟ انت كنت من هون وما كنت تقول انك من بيجيشما. ايه من بيجيشما، من هون. معناتها وانت هون؟ ما ايه والله يا امي. شو هذا؟ حلو حلو. احكي لي انت شو عملت يا مخترع؟ كان في بنت تقول عنا روحك، شو صار فيها؟ خبرني. نعم انت لتكون بعدك عم تركض وراها. انا تزوجت. تعال خليني اعرفك على مرتي. تعال روحي محاسن. محاسن لا تعرفك، لا تفهمي عليه. ناظم مرحبا فيك. اهلا وسهلا. شكرا يا خانم. مرحبا زمرد خانم. وانت مالك لا مرحبا ولا شيء. وبعدين ابو شنب ومحاسن اصدقائي المقربين، انت روحوا لاقي لحالك اصدقاء تانيين. اوعك اوعك تقرب عليهم. لكان هيك غريبه، معناها وانت كمان ممكن يصير عندك اصدقاء. شيء حلو، عن جد كثير انبسطت بالحقيقه. مالي عرفان كيف متحملينك هالجماعه، مستغرب. الله بيصبر عباده. الله بيصبر عباده. تفضل عود. اهلا وسهلا. تفضل تفضل، لا تواخذنا. لا عود عود خلص ناظم. عود بقى شبك، هذا صديقي. يا الله شكرا. انا رح اجيب شاي، شو رايك؟ يسلم ايديك. ليليني ما تاخرت اكيد. لا ما لا 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 ايكو ابدا. حلو كثير ممتاز، انا خلصت من كل الضغوطات وجاي وانا جاهز. على الاخير يلا يلا. مرحبا ماما زمرد. يلا بخاطرك ماما زمرد. دي 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 يا اكرم. بدي اسالك سؤال واحد. لا تسألني سؤال واحد. خير شنو مناسبة لتسألني أمي؟ ما بعرف، من وقت ما أجت على البيت وهي عم تفكر. الله يستر. ما بعرف. ولك لسه ما سألتك يا أهبل. أهبل لأنه لسه ما سألتني، لهيك ما بعرف. لأنك ما سألتني، ممكن تسأليني بسرعة شوي مشان نحن نكمل نعمل شو اسمه يعني. على السريع لو سمحتي سأليني وخلينا نطلع، عنا شغل. أنا نقطة صغيرة بهذا الكون شي؟ شو قصدها؟ ما فهمت عليها شي. يعني لما عم تطلع فيني من عندك هيك شكلي؟ شو قصده؟ يعني هو الموضوع بيتغير حسب الزاويه اللي عم شوف منها. ايه بتتغير تماما تماما. مثلا امي مره ناعمه وقصيره، بس فينا نقول انه هي مغطيه على البيت بوزنها. هيك انا شو خصي بوزن امك؟ ولاد انا ما عم اسالك عن هيك. تعالوا اقعدوا لشوف. تعالوا تعال نقعد بسرعه بسرعه حبيبي. خلينا قعدنا امري. هلا انا نقطه صغيره، نقطه صغيره بهذا الكون. ليكي يعني ليكي ما فينا نقول انك نقطة بالضبط، بس فينا نقول انك حيط. ايه يعني على الاقل فينا نقول انك حيط، لانه انت ما شاء الله عليكي مو قليلة بنوب، فيكي تكوني حيط او حاجز. ايه فعلا. يلا ايوة يلا. دايا 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 لسه ما خلص كلامي. دايا لسه ما خلص. عم فكر بمسألة الفرو الصناعي تبعي، ولهيك انا عم قلك. انا الزمرد لما بلبس فروة صناعية عم كون حمست الناس على الفرو الطبيعي. معقول؟ ما أنا واردة فيه هيك شي.
يعني بكون عاملة عيب عيب مع الحيوانات ولازم أخجل منه؟ جاوبني، هذا الشيء بخجل؟ عيب؟ هالشي معقول؟ فهميني شبه أمي؟ ها؟ يعني حاسسة بعد شوي رح تسألني على أسرار المومياء، شو قصة؟ وأنا ما عم أفهم شي، حاسستها غريبة. يا سلام، زمرد كورفالي بذاتها نقطة صغيرة بهذا الكون، مو معقول. أيوه، قال شو شي كتير غريب ليش أنا عندي أصدقاء وهني، وقال كيف عم يتحملوني؟ مو معقول، ليش يعني ليش؟ سمعت هالحكي؟ العمى مو معقول. حطيته براسي، بدي اكتب له رسالة تهديد بدون اسم، يعني من دون ما يفهم انه انا يلي كاتبت له اياها، مو معروفة الاصل. ايه، بخاف يهرب ويروح، واذا ما مشي الحال بدخل ويسي بالنص. شو بدي ساوي؟ ويسي كمان ما في الكفتة والخبزة. بيع الخبز. لا بجد، معكن حق، كلامكن كتير صح، ما في داعي، هداك بحل مسألته بالرسالة، وما في داعي، ما في داعي لويسي. إيكو، ما في داعي، أنا طيب تخليني أخفى هون شوي. ماشي، روحي نامي على حضني، مو مشكلة، أساساً حنام هون للصبح. لكن مسألة الفرو الصناعي زعجتني كتير وهزت لي كياني، وحطيتها براسي وتضايقت منه، يعني إذا ما بلبسها رح كون ما عم ألبسها، لأنه هو قال وبيشوف حاله. شو المناسبة؟ إيه فعلاً، شو بدي ألبسه شكر فيه؟ طبعا يعني رح ألبسه وبفخر فيه مثل البدلة العسكرية تماما. بدي جيب من كل الألوان طبعا، كش 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 وهيك، وبدي ألبس كل شي طبعا، وبدي جاكرو. بس أنت مينك أنت؟ ولك مينك أنت اللي ترفع إيدك وتحكي طول بعرض؟ شعراتك مبيضين وختيرت شوي، ونافش لي ريشك، وعم تمشي ناحي ومدري شو يعني. والله ما تقبلته أبدا، شي ما بيتصدق. إيكو، هلأ ورقة تبن طبيعي شي؟ إيه طبيعي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.